السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. من المراد بقوله تعالى السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. موسعون، هل السماء تتوسع الآن ولا فما هو موجود في بعض المقررات؟ نعم، يقول عز وجل إنه يخبر عن نفسه أنه بنى السماء بأيد أي بقوة، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية، وإنا لموسعون أي لموسعون فيها، وذلك لأن السماء إذا قارنت بينها وبين الأرض وجدت بينهما بعد عظيم في السعة، فالسماء على الأرض مثل القبة محيطة بها من كل جانب، وبينها وبين الأرض ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من المسافات البعيدة. هذا معنى قوله وإنا لموسعون. أما أن نقول إنها لموسعون في المستقبل وأنها كلما لها تتسع فهذا شيء لا نعلمه، فالظاهر اللفظ أن الله تعالى أوسعها الآن، وأما أنها تتسع كلما مضى زمن فالله أعلم. موجود هذا في بعض القرآن أنها تتوسع الآن؟ لا، ما يجزم بهذا، الآية لا تدل على هذا. نعم.